زوجة تقول: هل يجوز أن أعق عن زوجي المريض المقعد والكبير في السن من مالي الخاص لأن أبويه لم يعق عنه؟ العقيقة يا أمة الله من السنن المؤكدات، فإذا كان الزوج مقعدا وكبيرا فربما يكون أحوج إلى ماله هذا من إنفاقه في هذه السنة، فالأمر ليس من الفرائض الحتمية وليس من الواجبات اللازمة، فتدبري أمرك واستشيري مع أهل الفضل من حولك. الأمر لسنا أمام واجب محتوم ولا أمام فريضة لازمة، أمام سنة جميلة، لكن لابد أن توضع بجوار بقية الواجبات الأخرى، وأسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد. إذا كان الرجل ثريا والمال كبيرا فيسعه ذلك أو يسعك ذلك، إذا كان المال محدودا فتوفير هذا المال لمصلحة أوجب لعله يكون أنفع وأعبد لله وأرضى له جل جلاله.